صحيح، وتسليح المستوطنين في الضفة الغربية ده يدعو المدنيين لقتل بعض. يعني احنا بنتكلم عن تجييش المدنيين في الضفة الغربية، يعني مش جديد عليهم في الأراضي المحتلة إن هم بيسلحوا المستوطنين وبيعتادوا اعتداء مباشر على الفلسطينيين، ده مش شيء جديد. ولكن كل الإجراءات اللي بتتخذ في الوقت الحالي من سلطات الاحتلال في أراضي فلسطين بتنزل بكارثة إنسانية لم نشهدها من قبل في الأراضي الفلسطينية. يعني لما نمنع دخول المساعدات الإنسانية، المساعدات الإنسانية بالمناسبة في بعض الدول أرسلت مساعدات إنسانية ومواد إغاثية كثيرة جدا وصلت لمطار العريش وفقا لدعوة مصر. يعني مصر دعت ان احنا نفتح ممرات امنة لادخال المساعدات والمواد الاغاثية للقطاع، ولكن اسرائيل ترفض تماما فتح ممرات امنة لادخال هذه المساعدات. تم توجيه مساعدات من تركيا ومن الاردن الى مطار العريش، ولكن في انتظار فتح ممرات امنة بناء على وعد من الولايات المتحدة الامريكية. وبرأي حضرتك السيناريوهات المطروحة بعد طلب اسرائيل اخلاء شمال غزة؟ يعني هو السيناريو المطروح بقوة حاليا هو الاجتياح البري أو استمرار القصف على قطاع غزة خلال الساعات القليلة المقبلة. يعني في توقع أنه الاجتياح البري سيتم ولا مفر منه خلال الساعات القليلة القادمة، وده هيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع. احنا شفنا النهاردة تمهيد من القوات الإسرائيلية بتضرب في جنوب لبنان وبتضرب في سوريا. قوات الدفاع الجوي السورية بتعلن أنها أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت بتستهدف مسار دمشق، فده كل ده بينبئ أنه في تحركات عسكرية جدية هتتم خلال ساعات قليلة على قطاع غزة.